السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد سامي استشاري جراحة العظام بمستشفى الدكتور سليمان حميد مدينة دبي الطبية. في ظل الوباء المنتشر كورونا فيروس، أحب أؤكد على جميع مرضانا ومراجعينا إن التعقيم هو أهم أولوياتنا في جميع أقسام المستشفى، سواء في العمليات الجراحية أو في الرعاية المركزة قصر متطورة للعيادات الخارجية. المستشفى دائما حريصة على التعقيم المستمر في العيادات الخارجية، سواء في فرعنا في مدينة دبي الطبية أو في فرع الشارع الشيخ زايد. أتمنى دائما السلامة لجميع مرضانا. أخيرا أؤكد أن خدمة التيلي كونسلتيشن أو الاتصال التواصل عن طريق الهاتف أو الفيديو كونفرنس متاحة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب. دعواتي دائما بالشفاء لجميع مرضانا وسلامة جميع مرضانا.